Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-ameen. Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmidin amma ba'd. فحضرت رئيس هذه الحفلة الميمونة والضيوف الكرام والأساتذة الأجلاء والطلاب الأحبة. يسرني ويسعدني اليوم أن أقوم بين أيديكم لألقي خطبة وجيزة حول الموضوع أكاديمية السفير أهدافها وميزاتها. أيها الحضور الكرام، إنني أحب اليوم أن أتكلم عن مدرستنا الحبيبة أكاديمية السفير أهدافها وميزاتها التي تمتاز بها عن شقيقتها الأخرى في بلادنا كله. أيها الحفل الكريم، إن أكاديمية السفير شيتاغون تتبع في مناهج التعليمية لمناهج التعليم في البريطانية مع تعديل مناسب للمواد الشرعية واللغة العربية على ضوء مناهج المدارس الإسلامية في الدول العربية. وإن لها أيها الحضور المبارك أهدافا سامية تتخلص فيما يلي: أولا، غرس الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد والمجتمع المبني على إخلاص العبادة لله تعالى وحده وتلخيص الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الجمع والتنسيق بين التعاليم الإسلامية وبين التعاليم الحديثة لأبناء المسلمين. ثالثا، بناء الشخصية الإسلامية متكاملا عقلا وروحا وجسما. رابعا، إبراز هذه الأكاديمية كأكبر مركز للعلوم والمعارف يرتاده الطلاب والعلماء والمثقفون من أنحاء البلاد. أما الخصائص التي تختص بها حديقتنا العلمية النبوية هذه فمن أهمها: أولاً، إنها أكاديمية إسلامية، أي يقوم جميع برامجها ومناهجها على أساس إسلامي، حيث تهتم اهتماماً بالغاً بالعلوم الإسلامية. ثانياً، إنها أكاديمية تمتاز باتخاذ اللغتين وسيلة للتعليم، وهما اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أما اللغة العربية فهي لغة التدريس في جميع المواد العربية والدراسات الإسلامية، وأما اللغة الإنجليزية فهي لغة التدريس في جميع مواد غير الدراسات الإسلامية. وأخيراً أيها الحضور المبارك، أسأل الله تعالى أن يتقبل هذه الأكاديمية ومنصوبها بقبول حسن، وأن يجعل أبناءها دعاة إسلاميين تستفيد منهم الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ممن ترك لذة النوم لحصول علم. فأقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي، فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.